جديد في زونميكس، نستقبل وظيفنا اليوم في ساعتنا الثانية من الطيفي مهاجم تفجر في التونسي سابقا لاعب دولي سابق أمين. أهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا مستمعين إكسبرس إف إم. أكيد الحدث يفرض نفسه، بعد شوية مقابلة ترجي ضد شباب بلوزداد باش نرجع نحكيو على المقابلة مع أمين الطيفي، لكن قبل هذا خلينا نحكيو شوية على أمين. وينك اليوم؟ غايب شوية على الساحة. والله صحيح غايب على الساحة، دونك اليوم دخلنا ما نعرفش في واحد كان ملاعبي اليوم ولا في معناتها يعمل، دخلنا في عالم التدريب. كانت لي اكسبيرونس واحدة توا سافي دو زون في السعودية، واليوم انا موجودين معناتها ان شاء الله ربي يسهل في باش نسألك عليها بعد الاكسبيرونس هذيك نتاع السعودية، لكن اخترت تمشي للتدريب خاطر نقول لك انا بالنسبة لي انا هو شنو التدريب كده واحد هي واحد يقول لك ما تنجح كان في الدومين نتاعك، فهمت؟ صحيح هو كان بتدخل اكثر باسيوني اكثر ولا مريض يفوت اكثر، فهمت؟ هكا علاش دونك نشوف روحي في التدريب. باهي احكي لي شويه كيفاش بديت الكوره امين. اول نهار خمام في تشيل ساك تمشي للتاستي في الاسبيرونس، بديت بديت في الاسبيرونس ما مشيتش. حكايه هي الحكايه هي بابا اللي راح مقبل من الجابس، نحن نسكن في تونس، كل عيد كل فاكونس نتاع 15 يوم كم مكتب نمشيو الباب عليوه ونمشيو الجبس، فهمت؟ عاديو الفاكونس غاديك سواء ناخذ التران ولا واحد. وقعدت نهار مشيت نلعب مع عمي هو اكبر مني، نلعبوا في الشط، انا شط في تبلبو شطك الرمل اللي يولي العشيه معناتها يولي كل دخول تيران نتاع الكوره. هبطت نلعب معهم، نحن عاملين جيتون غاديك بابا واحد، نلعب مع عمي واصحابه. جيني واحد اللي هو الباري، ومن بعد سالت عليه سان ريكروتور تاع الاسبيرونس، بعثتو عين غادي في جيبس، هو انستالي غادي كاو والله نسيت مش معروف مش معروف لا هذا نحكي لك راه حكي من عام 99، فهمتك؟ لا مش 99، ليه ليه قبل لك وقت انا دخلت انا عمري 8 سنين الاسبيرونس تصور 92 93 هكاك، فهمت؟ دونك جاي يحكي معايا قال لي تمشي تلعب في التراجي واحد وانا جاي وانت تسكن في تونس، عمرك ما خممت باش تمشي نهار تستمتع معايا؟ ما خممتش خاطر قبل ولاد حومتي يقول لي امشي امشي، ونحن كنا قبل نخافوا من نخاف من البابا، فهمت؟ كيف اي انسان معناتها هذايا تقول له الكوره معناتها عيب قبل قرايه قبل كل شيء، ونحن جبتوه فهمت عيب. دونك انا ما تجرعتش باش نقول له نمشي. قال لك هاي الاسبيرونس السيد هذا يا اخي جاي قال لي تمشي، قلت له هكا مش نقول لك انا وي ونا هكا بابا في الجيتون هذاك يمشي له مشي له، فهمت؟ يمكن بابا حشم حشم راجل كذا كذا، وقت عطاه النيميرو نتاع الدار، وبعد جمعتين جاني الانسان جاني السيد هذا للدار. هو كان كونتر بوك معناها الوالد كان كونتر الكوره واحد حكيت معاه في الموضوع ولا ما تجرأتش ما تجرأتش نحكي معاه في الموضوع؟ لا نحن جمال الجنوب هكاك مش صعيب، هو انا نحن نقدروا معناتها اكثر معناتها فهمت كل جينيراسيون كيف كيفاش هكا. دونك جاوني هنا لتونس هزوني بساكي هوب ومشيت للبارك تاع الاسبيرونس. من الوقت انا نلعب بيكول وكو دخلت عندي توفيق العبيدي اللي باش نحكي يمكن اول مره فهمت عندي توفيق العبيدي بالمناسبه هذه معناتها نوجه له تحيه. دخلت نلعب ايكول بي ترينا في سيونس واحده في الجمعة في الجمعة سيونس في الجمعة واحدة. علاش خاطر القراية نتاعنا قبل صار ما كمل خمسة ونص صار ما كمل مرة ثلاثة نمشي نهار السبت هكا وخاطر نقراو من ثمانية حتى نص نهار واضح دونك نمشي سيونس هذاك الساعة ينجم يقولوا لي باغي يروح فهمت خاطر سيونس واحدة ونهار لحد يلعبني فهمتك وفهمت بشوية 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 من بعد جبت نوت خايبة في القراية بوك قال لك عايز قال لي اش تعمل يجي هنا من بعد جمعتين ثلاث جمعات يدق باب الدار يجي سي توفيق العبيدي كيما عندي توا وواحد اخر اسمه سي المنصف الله يرحمه توفى الله يرحمه. جا وقتها هما حشموا بابا مره حشموه بكدا بكدا وقتها سايبني بابا باش نعاود نرجع ما شنو اني قعدت الدار فهمت. باهي كيفاش كان في لي جون؟ كيفاش كنت بارز في لي جون؟ في لي جون في لي جون بشنو من اصلك بون انت بديت؟ لا لعبت سنتينيل لعبت نيميرو 6 قبل فهمت في ليكول ومن بعد لعبت سور الكوتي ومن بعد لعبت تسعه. شكون حطك النوف؟ النوف حتى النوف نوف نوف عند سي ناصر النبزي. تو سي ناصر النبزي تو مدرب في السعوديه اما قديم معناتها. كنت بارز في لي جون؟ والله ما نجمش نحكي لك على روحي، كنت كيف نلعب معناتها نلعب قاعد نسجل فهمت؟ باهي طلعوا على السينيور.
اطلوع السينيور بي هذه حكايه واحده اخرى زيد اطلوع السينيور كون جافي معناتها 16 بالضبط عمر 17 نلعب كاديا كاديا وقت انا ميور بيتور نتاع الكاديا هزينا عندنا فما فينال فينال شامبيونان فينال كوب قبل لعبنا فينال شامبيونان مع ليتوال في البارك نتاع اسبيرونس وقتها سليم شيبوب وانت كادي وانا كادي نلعبوا كادي مع سليم شيبوب ربي يفرج عليه ان شاء الله جاي يتفرج هو يجي يتفرج طون 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 جاي يتفرج في الماتش هذاك الماتش هذاك عديت ماتش بي وخذيت ورقه حمراء لان اول مره ناخذ ورقه حمراء فهمت بيتمون هكاك والجمعه اللي من بعد عندنا فينال كوب معناتها مش نلعب فينال كوب دونك سليم قال لي تجي تلعب مع جونيور ا وقتها من الكادي طلعنا جونيور ا اوكي اي باش تلعب ماتش كونتر سينيور ماتش مات مشيت معناتها من بعد ثلاث ايام نلعب في ماتش مع سينيور لعبت الماتش هذاك من بعد من الغدوه يوسف الزوري قال لي تجي مع السينيور فهمتك وانت 17 عام عمرك 16 انا مازلت 16 كاديا فهمت نقرا مازلت في الليسي فهمت لعبتك الماتش هذاك مع الجونيور مع الاسبوار ومن بعد قال لي تجي تلعب سينيور مشيت نترين هنا بابا ما في بالوش معناتها بابا خاطر بابا ما عندوش علاقه كبيره بالكوره ما تبعنيش مش مغروم بالكوره لا ما يمنش بها معناتها قبل معناتها فهمت ما يمنش بها هذا يقول لك يعمل في جو خاطر ما يجيش يتفرج شويه جامي يجي يتفرج شويه جامي معناتها ياك يعمل في جو مشيت نلعب سينيور ومن بعد ثلاث ايام عيط لي حطني في الليسه نلعب كونتر ليتوال دومي فينال في سوسه سينيور سينيور فهمت بلا لحظه قبل ما توصل لهنا امين انت طفل صغير 16 عام تصور دخلت الفيستير نتاع السينيور نتصور كانوا دي ستار كبار وقتها كيفاش عشتوا اللحظه هذيك كيفاش كان النهار هذاك انا وقتها قبل كي نترينا انا ماذا بيا وقت نعفس على الجازون تاع السينيور ونترينيو في الواحد ونمشي نتفرج هذا جوست طموحك خلي باش تبدا بحضيهم طموحي انا اللي نبدا نجري في التيران تاع السينيور فهمت اول حاجه ومن بعد دخلت الفيستير فما شكر الواعر فما طارق ثابت بدر الجعادي راضي سراج الدين الشيحي حسين قابس سيما كنزاري اسامي كبيره في الوقت هذاك اسامي كبيره اي فهمت الحقيقه معناتها تاقلمت بكدا بكدا هما خلوني نتاقلم خاطر هما معناتها بروتيجي بكدا بكدا دخلوني في الجو وكانت معناتها ليه كانت معناتها ما عندي حتى مشكل معناتها كان هذا ود الجمعيه فهمت ود الجمعيه ما تأقلمت فيزا فيزا لعبت سينيور لعبت اي لعبت قلت لي لعبت ماتش الكوب دومي فينال لعبت اول ماتش هذاك اول ماتش هذاك ومن بعد صارت حكايه اخرى مشيت وجيت حسيت اي فازت عملت ما عملتش عام معناتها مع سينيور عملت ميم با عام ومن بعد مشيت ومن بعد مشيت لفرنسا هذيك حكايه الهروب كيفاش؟ هربت امين لطيفي الشهيره اللي قلت ليه هو قلبت الدنيا وقتها رغم اني ما كنتش معناتها اسم كبير في السينيور ولا حاجه هي خلينا نقول لك حاجه معناتها اي ملاعبي في العمر الصغير معناتها يتمنى معناتها امنيته هو يلعب البرا فهمت؟ صغير كيفاش جات الساعه؟ والله مش بنجبد لسامي فهمت؟ ولا لحظه هي كانت قبل مشيت البي اس جي قبل هذيك هي نحكي لك هذيك هي هذيك كانت فات جاني واحد قال لي مين تمشي معايا كذا كذا نهزك بي اس جي ديما يجيك واحد من اللي في تبلبو اي والله هكا هاو قال لي تمشي واحد وقت انا ما زلت كي بابا توفى عند بابا ستة شهور هكاك ما دوما طلعت انا سنيور ومن بعد وقت توفى ومن بعد انا هكاك قلت لك ماشي مخي صغير وشتي مالون كادري الحق نتاع ربي فهمت بالله سامحني تفرج فيك ولا لا ما تفرجش لا تفرج فيك الماتش هذاك جا ولا يحب يتبع في الدار تذكر فيها في الدار فهمتك اي ما مش مصدق اللي يلعب اصحابه في الخدمه يقولوا له راهو يتبع هم على بالوش في ولد خلوي بابا حاسين الله يرحمه الله يرحمه كمل لي هزوني مشيت البي جي كيما عندي توا وشكون عاوني معناتها خلينا نقول شكون عاوني حد ما يمكن يعرفها ويتوجه ما توجه له تحيه زاده اللي هو حسين راقد هو كان يعرف بي اس جي ذا الوقت بي اس جي مشيت انا وقتها كيما عندي توا مشيت البي جي مشيت الكونديلوج كيما عندي هكا كيف جات المشيه فما شكون كلمك شكون سمسار هذا جون مش سمسار خلينا نقول شكون واي اسمه نور الدين بوفيلغا فهمت نور الدين بوفيلغا كان قبل يراني في بي جي وعنده علاقات هو اصله جرجيسي معناتها انسان طيب وباهي فهمت دونك هو هزني مشيت غاديك عملت تي سي وسبحان ربي ما ماشي وحده ساعات تقول لك
في معناتها نعم في تيست و تيست معناتها مع ليكيب مش مع ليكيب سينيور مع ريزيرف دوزيام ايكيب كيب سينيور خاطر فيها اوكوتشا وفيها رونالدينو كان فيها رونالدينو فيها ظهر لك عندك معهم ديز انكدوت ظهر لي الزوز اوكوتشا رونالدينو اوكوتشا هي الزوز ابسط لك عليهم من بعد قول لي شنو حكايتهم فهمت هكا مشيت قعدت غاديك قعدت جمعه من بعد الوقت وهنا وقاعدين يفركسوا فيا وهين وكذا كذا في بالو بيك حد في بالو بيا حد من بعد فيق لي انا غاديك وانا ما عنديش كونترا وقتها فهمت عنديش حتى قال مشيت بعد حكيت ويلا هي باري معناتها مشي الباري معناتها كلمني سيم شيبوب وانا في الاداره ما تكلموني جاني واحد اسمه لوفاسور لوفاسور كي ما عندي تو ديكتور سبورتيف قال لي يجي بحذايا البيرو مشيت قال لي تكلم الرئيس نتاعك سيم شيبوب احكي لي التيست كيفاش يعني توصلوا بعد التيست شنو التيست مشيت له كان نجحت في التيست في معناها كنت تلعب في البي اس جي معناها معناتها في ديما نقول اسبوار اي ما بعد من خطوه باش تطلع بعد ما فماش ما حكيناش في باش نصحح وانت عمرك اسبوار وقت انا عمري قلت لك 16 جونيور كادي اي فهمت هكا بشوي بشوي كانوا يحبوا ياخذوك يصحوا لك معناها شنو اي خاطر انا قعدت صحيح معناتها قال لي فرحانين بيا اي وقعدت نترنى معاهم وحسين هو يقول لي معناتها عنده معناتها لي زيكو شنو فهمت لي زيكو واحد شنو حكايته كوشا رونالدينو الحكايه نتاعهم شنو منا كيفاش فسر لي في بالي عندك حاجه معاهم ولا عاونوك حاجه هكا لا فمش منا لا لا سي با فري ما كانش عندك بهم حتى علاقة؟ ما عندي حتى علاقة. كان سليم بن عاشور هذا غادي. تم سليم يلعب سينيور وقتها. سليم ما نعرفوش وقتها أنا ما حكيتش معاه حسين هو راقد هو اللي عاوني ومن بعد المشي نتاع كريتيري الحسين هو اللي كان السبب باش نمشي لكريتيري فهمت. في بالي قالوا قلت قبل أنت عاونوك أوكوشا ورونالدينو ولا حاجة هكا. لا جمع ما قلتش. فهمت. باهي كمل لي زي تليفون من سليم شيبو. ديما نعاود نقولوا ما ربي يخف عليه ربي يخلص وحده كما نقولوا جا تليفون ما عند سليم كلمني في التليفون فهمت علاش وكيفاش وهكا وكيفاش حسيت الموضوع طويل شويه فهمت وانا فهمت قال لي يجي وارجع وكذا كذا جمعيتك واحد رجعت هو قبل اكيد اتصلوا بيك انت ما كنت رافض تهز عليهم حاجه هكا ما عنديش تليفون انا وقتها هم يتصلوا بدارنا في تونس اي وانت ما على بالكش اي انا غاديك وقت انا مش عليك لا بوغ ايت خونيت معناتها راهو كي توفى بابا تبدلت برشا حاجات فهمت كيفاش حبيت هكاك نبدل الجو واحد فهمت يمكن ونجم نقول انا راني ندمت بديت خرجت ندمت هذاك فهمت شو معناها ندمت خاطر الفو با بغيلي تو انا شو نقول معناتها الفو با بغيلي لي زيتاب اما مين ملاعب في 16 عام 14 عام يلقى روحه في بي اس جي حتى دوزيام ايكيب نفرضوا حتى ما طلعش للسينيور بعد مش يلقى روحه في كيب اقل في بوردو في تولوز نتصور كانت تكون مسيره ما خير ولا يمكن كيما تجمع تكون مسيره اتعس فهمت كيفاش كيما هاك اما ديما نقول انا واحد كل وقت وقته كلمك سليم شيبوب اقنعك بالعوده اقنعني بالعوده واقنعني شو اسمه نور الدين بوفالغه ثم رجعت نترنى مع سينيور مع علي الفقياني وقت مع علي توا وكا بعد قعدت مده وما نحبش نقول عاد في ساعات لا قعدت 6 شهور وعاودت خلاص لا فهمنا على حاجات فهمت على كونترا ما لقيتوش لا هو ما تفهمنا على مناني مش مناني بلوتو معناتها قال لي يجي تو نعملوا هكا وهكا 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 فهمت دوك ما فما حد شيء دونك انا جو كاردي الكونترا إيه هكا وهكا ومو فلوس كونترا ولا اللي قلتوا انت في هكا وهكا ليه نحن خلينا نقول لك حاجه نحن الصغار كنا نلعبوا 17 18 ما نشوف ما نلوجوش على الفلوس اعطيني نحن نلعبوا في الغازون هذاك شفتوا إيه شنو هكا وهكا تقول لي هكا وهكا هكا اش معناها هكا باغ اكزومبل يحسن لك ظروف داركم حاجه هكا اكزومبل ما خاطر انا ما زدت بابا كي توفى فهمت وليت انت راجل الدار اي ما حاجات صغار فهمت كيفاش ما نقولش ما نلعبهمش ولا حاجه ليه ما صاروش يمكن هو في باله باش يصير بعد مدة فهمت وانا مع الكونتاكت مع قلت لك حسين راقد مع واحد اخر مع تناجون في فرنسا هو شاف لي الكونتاكت مع كريتيري فهمت دونك جات في صحفيتها الحكايه ديفيزيون 2 كانت كريتيري مشيت لكريتيري عاودتها 6 شهور عاودت رجعت لفرنسا مره اخرى معناها رغم اللي قلت لي ندمت كي مشيت ما قعدتش 6 شهور انا قعدت جي ذاك لعبنا معناتها لعبت ما لعبتش في تور في الماتش الاهلي اللي خسرناه ما عادش كان تاعك عملنا 0-0 غاديك وخسرنا هنا عملنا 1-1 هنا الماتش هذاك اي هكا ومن بعد فهمت تفهم اليوم الملاعبيه تو نشوف فيها برشا مثلا صارت قبل برمضان والا الفيدع حتى شهاب العبيدي نتاع اليوم تفهم الملاعبيه اللي عندها طموحات تمشي لاوروب كيما عملت انت والله انا توا
الطموحات. خلينا نقول لك حاجه، لازمك تمشي توا كيفاش تمشي، تمشي الفريق اللي تعرف لونتونور نتاع ليكيب هذيك يمن بيك، تعرف روحك باش تلعب. سينو زيد ما تبغى بغلي اللي زيتاب هكاك زيد، اعمل في الجمعيه نتاعك غلطت انت وقتها، حط في الجمعيه نتاعك، اعمل ليدونتيتي نتاعك، تو يجيو يشريوك من بعد برشا فلوس وتمشي معناتها معزز مكرب. انا نشوف هكاك الفلوس اللي دفعوها فيك تفرضك انت باش تلعب في التشكيل، فهمت؟ انت غلطت وقتها. انا كنت غلطت، انا شو نقول كي مشيت؟ ماني نقول لك ديما نقولوا صغر وديما نقول مال انكادري، هذا هو، فهمت كيفاش؟ دونك ساريف خاطر واحد ما غلطش في العمر هذاك، وقتاش باش يغلط؟ ما عاودش كلمك وقتها سليم، كعاود هرب مره ثانيه؟ لا لا كهو تقابلنا من بعد، تقابلنا من بعد، عيط لي جسمه سي نبيل معلول، عيط وقتها مع روجي لومير، عيط لي كيما ناسيونال. دونك تقابلنا في نوز الحديقه، تقابلت مع الحقيقه نتاع ربي، كل واحد ياخذ حقه. ومن بعد ما نقولوا اونتر بارونتيز بصعت مره ثانيه تقابلت معناتها، حكي معايا جونتيمون، ما حكيليش على الموضوع، ما تغشش عليك، نو ما نغش على اخي نتاع ربي، ما تغشش عليا. ومن بعد قابلته حكينا معناتها عادي، ما قاليش راه هكا واش بيك عملت هكا، وفات الحكايه معناتها، فهمت؟ رغم اللي برشا ملاعبية وقتها ما حبهمش يخرجوا كما ظهر لي، حتى بعد برشا ملاعبية واش عمل لهم؟ من بعد ما مشيت المشيه نتاعي انا، عملوا معناتها اللي باش يلعب في السنيور لازم يصح 5 سنين. جا من بعد جينيراسيون نتاعي توا كي نقابلها يقول لي شركتك انت يا مين، شركتك انت، فهمت؟ دونك باش تلعب في السنيور لازم تعمل كونترا دو 5 اون وترازون حاجه هكا. كيفاش كانت الاكسبيريونس في كريتيك؟ والله الاكسبيريونس في كريتيك بالنسبه لي انا باش نقول لك متوسطه. لا لا باهي باهي، لو بروبليم شنو هو اللي صارت لي؟ معناتها بليسيور خايبه برشا. وقت انا كنت مع 2004 كنت نجي مع لومير، عملت ديجا بريباراسيون معاهم، عملت دي ماتش معاهم، ماتش. ومن بعد جاتني بليسيور خايبه اللي هي قبل كان، اللي هي عملت فراكتور بيروني وميم طون فراكتور ماليول. دونك قعدت 9 موا ولا اكثر. الاصابه عطلتك شويه؟ الاصابه مع اصابه خايبه، اللي انا عامل دوبل ليغامون كروزي في ساقي اليمين. فهمتك. مرتين عامل ليغامون كروزي، وفي اليسار عامل فراكتور بيروني وماليول. الفراكتور دو ماليول. فهمت؟ علاش بعد ما ظهر لي تيست في فاينورد هكا بعد كريتيري؟ هذا الموضوع يمكن انت اي مشيت لفاينورد. الموضوع هذا شنو؟ لا يمكن انت قبيله ربطت لي بحاجه اللي قلت لي اوكوشا واحد. مش هذا الموضوع، الموضوع خاطر نفكر قلت حاجه. لا الموضوع هذا مش هذا اللي انا مشيت. كيفاش مشيت لفاينورد باش نعمل تيست؟ لعب معايا واحد في كريتيري، هي كريتيري غاديك في ديفيزيون 2. شمعنى ديفيزيون 2؟ مكتب ديما في خضرية في باريس، وديما تقعد باريس في ضواحي باريس، هي كريتيري 94 معناتها خطوة في خطوة. والناس الكل يكملوا الفان كارير نتاعهم، معناتها كيما نحن نقولوا يمشيوا لبيت جولف مثلا ولا حاجة، هم يمشيوا يلعبوا ديفيزيون 2 في كريتيري، تحب ولا تكره ديما سي باري نقولوا، فهمت كيفاش؟ دونك لعبوا معايا دي ستار، مش دي ستار تاع فرنسا، معناتها بوراتو، ستيفان بوراتو الجول، كازاغراند الجول نعرف كان تعرفوا، باتريك بلوندو، ماركو ليبرا. اسامي كبيره كانت، اسامي كبيره معناتها مش في فرنسا، فهمتك، لاعبين في مارسي. جا يلعب معنا واحد اسمه غادولو تشو، غادولو تشو سان رومان، هذا لعب ديجا 98 مع رومانيا، كان في موناكو، هو كان يلعب في ميلان، مشى اودينيزي موناكو، مشى لكريتيري. وانا جيت جون معناتها صغير، كي جا معنا حب لي فيزا فيزا، شافني هكا عيط لي فينومين معناتها. ديما العلاقه نتاعي انا وياه بعضنا ديما، هو يلعب نفس البوست، انا اتاكون هو اتاكون، اما تحسوا معناتها بالحق عمل كان يسوتينا كبير برشا. ثم نهار ما بروبوزي قال لي تمشي لهولندا واحد، وانا ديما نقول لك راني شتي مالون كادري هذيك المشكله. تمشي قال لي جو تي بريزونتي راني كالكان اسمه مينو رايولا. مينو رايولا هذا هي الموضوع. انا ما نعرفوش، محاضر داسي مسير. انا ما نعرفوش مينو رايولي، ما يعرفوش بوم ما فرنساوشكم، ما يعرفوش، اما وكيل لاعبين رقم واحد في العالم، اللي عنده ابرز لاعبين اليوم في العالم. مشيت يا سيدي كيما عندي توا، ترا باريس امستردام، مشيت قابلت في البيت فلوتيل نهارتها، ومن غدوه جاني واحد اسمه فابيو هذايا معناتها هزني الدار. مشيت ديما انا راني اش معناها ما يهمنيش فيه هنا، ما حتى باش تقول لي مينو غيولا بالنسبه لنا ما معيني حتى شيء، عندي قضيه بيه باش نقضيوها ويمشي على روحك. خاطر مانيش انا ماشي با لاباج برشا غاديك وشكون لي زاجون وكذا. هو كان السيد باش يهزك الفاينورد هذا ولا شنو؟ مشيت انا خلي نقول الفاينورد، كي قال لي تمشي الفاينورد تعرف ديما نقول لك مالون كادري، قعدت جمعتين ما نعرف حتى شيء.
فيها كريم السعيدي وقتها ولا مازال؟ فيها كريم السعيدي. مشيت انا هزني الفاينل اول حاجه مشيت بعدها هزني للدار قلت طابي وضع صبيحه مشيت للدار دخلت نلقى دخلت للدار الراجل نلقى واحد كوستو هكايا بيرو كيما هذايا ونشوف في ديت اكلي تابلو فما نيدفيد ليثمانن ابرا وقتها ميدو مش معاه مازال لي ستار نتاع العالم تاع مو قعدت معاه يحكي لي يحكي لي يحكي لي اللغات الكلها وحكي لي حتى حكيته شنو هو كان يعمل بيتزا وكان يبيع في بيتزا فهمت بيروجي وتر شنو هو بشويه بشويه معناها هكا مشيت هزني فاينورد وقت فاينورد فيها كريم السعيدي كالو هذاك عبد كالو الليبوريان الصغير لعب في تشيلسي اسلام ما عرفتوش كالو سليمون كالو قولي سجوين فهمت هكا مشيت هزني كي مشيت انا لونترينمون نتاعهم سي انتونس انتونس وانا قلت لك عندي جمعتين قديش هربت من لونترينمون وين ليه ما هربتش من لونترينمون مشيت تصير لي ديشيرور التالي في ليسكيو جومبي ايه واضح في ديسكيو جومبي تصير لي ديشيرور هوب معناها كنت بصح في فاينورد باهي يعطيك الصح اما انا ثم حاجه حلقه ما في باليش بها الحلقه اللي فقت بها من بعد ما نعرفش كان تعرف انت لي زاجون الكبار في العالم هذوما يجمي يصحح لك ملي ما تعمل تيست معناها تدخل للتيران يشوفوك ابري تو ماكش خايب فهمتك صح البريزيدون عنده كونفونس في الاجون وناس تاكل يا اوبا ثم فورميل اخرى يعملوها فهمت كيفاش دونك انا وقت ما في بالش ما قليش هكاك لي انا كنت باش نقعد تروا جوك تجوك في الصحه ديريكت فهمتك فهمت كيفاش دونك كل الغلطه عارف. وين اللي عملتها الغلطه اللي انا كي قالوا لي باش نمشي الفاينور دونا في فكرتين ما مشيتش لونتر مصايب معناتها ما مشي قعدت جمعتين ما في حد شيء فهمتك فهمت مشيت هكا نتاع الصغر ديما نقول نتاع الصغر فهمت معناها ديما تضيع فرص كبار برشا باش تعمل ليه ما هذيك هي اسمعني سافي بارتي دو جو هذيك هي اللعبه فهمت لازم تقبل الباهي والخايب فهمت كل حاجه كاتبه مش كاتبه فهمت وقتها راهي طاحت الصفقه في الماء رجعت الترجي هكا كان اللي نقول لك كمل لك انا ما نعرفوش ما نعرفوش كوزمينو غيولا ما نعرفوش مشيت روحت لتونس ومش مصدق اللي هو اجون تاع شكون ما عندي جيت لتونس وقتها ابرا ماشي اليوفي عملوا له كيما الريسبسيون في التما وكوي باهي واحد ونشوفك ذاك اللي بصحته مينو في الغازون والاخرين شادين لك الميكرو سكاي خالدين عليه هو يعمل ما كل ما ذي في دار وانا قاعد والله كيف اقسم بالله والله والله العظيم يا اسلام كل ما ذي وقاعد ما انا وياه في البيرو نتاعي في الدار وبعد بشوي بشوي نشوف بالوتيلي ونشوف إيه نا 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 سان بوسور هو سان بوسور فهمت كل ما لقينا اي ليه هذيك هي هذيك هي باهي بعد رجعت الترجي فهلي هكا ولا من بعد رجعت الترجي زياد تلمسين يكلمك وقتها وقتها انا مشيت من بعد كيفاش وقتها مشيت نعم في تيست في انجلترا ليكيب اسمها جريمز باي معناتها اي جريمز باي وانا كي مشيت لانجلترا في بالهم باي جيت انا مجيت من فرنسا في بالهم باي انا معناتها عندي باسبور فرنساوي ولا حاجه ما تعرف لانجلترا باش تلعب فهمت الاترونجي لازم لاعب 75% من ماتش مع ليكيب ناسيونال فهمت بور افواغ معناتها البيرمي دو ترافاي غادي غادي سبيسيال فهمت كيفاش هوب معناتها ما صارتش الحكايه قعدت غاديك عام وشهرين ما نعمل في حد شيء عام وشهرين قعد عام وشهرين ما نعمل في حد شيء نقول لك ما نعمل في حد شيء ما نعمل في حد شيء وانا واش تي جون نقول لك انا وقت 22 23 كيما بالحق برشا اختيارات تقريبا عملت انت في المسير اي فهمت بعد كلمني زيد تمسيني كلم وقته هو ما بروبوزي ما نفرج على الاسبيرونس وكذا كذا وعنا بروجي وكذا كذا وقتها بطلتون فهمت وما ندمتش بالطبيعة ما ندمتش كان ساهل الاتفاق مع ترجي ساهل هو الاتفاق مع ترجي جامي كان صعيب بالنسبة لي انا راه جميع كان سعيد معناتها من اللي بديت خاطر تحب ولا تكره الاسبيرونس معناتها في الاديان نتاعي قلت لك انا عمري 8 سنين وانا في الحديقه بي فهمت دونك ما نتصورش ديما ما نبعدوش ياسر حتى في اللي قبل معناتها كي بدا فانت كونترا ولا حاجه لا بالعكس تعتبر ناجحه رجع اللي عاودت لانسيت كاريرك من جديد كملت هداف الشامبيونا لا اكزاكتومون ناجحه دوبلي ناجحه معناتها ناجحه بقدر علاش قلت لك انا قبيله يمكن غلطت شو ما ضيعت 3 سنين ولا عامين مشيت كريتي وبعد مشيت اوب 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 تيش صغر تعتبره تعتبره تيش نتاع صغره اي انسان عنده هكا سورتو كذا واحد ما عندوش كبير نتاعو نقول انا بوه معاه ولا كلكان معناتها لوريونت معناتها كيما يحب هو فول باش يمشي هكا نورمال باش يمشي منا ومنا فهمت
خالد بن يحيى ظهر لي عاونك برشا في هذا. خالد بن يحيى، خالد بن يحيى من احسن الممرنين مات اللي كانوا مات، هما عطوني عطوني الفرصه مات. فما دربي نتذكر انا قعد تصريحه في بالي من اللي بعد الدربي وقتها، ظهر لي خرجك هو في الميتون وانت كنت بيتور، ظهر لي وتغش عليك خاطر ظهر لي قال الكلوب تتاكي هو عاطي بظهره ولا حاجه هكا هكا صار فما حاجه هكا. اي هذاك فينال نتاع مع نادي الفريق. انت بليسي ظهر لي العرض وقت. انا بليسي وقت، انا بليسي حبيت نلعب انا معناتها، نقول لك انا بليسي وثم كاليفيك وثم ماشي الكوب دي موند 2006 ولا 2008 المانيا باش نسالك عليها 2006 المانيا. أي. وانا محطوط في الليسته باش نسالك عليها بعد، خليها بعد. باهي الاخبار مع فدوى تركي بعد رجعي.